حقيقي، ولا انه البعض بعض الناس مش يعني مش مبسوطين من تطبيق هذه المنظومه؟ الاول هي المنظومه في ظاهرها الرحمه وباطنها العزاء. نعم. اللي مش موافق المنظومه ده موافقش يعنينيش، لكن انا بدور على محدود الدخل، معدوم الدخل، ده اللي يعنيني. التاني اللي مش عاجبه المنظومه دي لسبب من الاسباب لا يعنيني. انا اعتراضي على المنظومه دي لسبب واحد، ما سبق تطبيقه. مش لسه حاجه جديده هنطبقوها. نعم. وفي عهد الوزير الحالي ده، في عهده السابق، ماشي، كان ايه؟ الرز، السكر، الزيت. ودي اللي اعتراضي بند ده. الرز كان لا يصلح للاستهلاك الحيواني، غش، ومين اللي بيدفع الثمن؟ الراجل الفقير، وفي النهايه بندعمه. مين اللي بيسرق؟ الغني. الغني بيسرق الفقير، يورد سلعه لا تصلح للاستهلاك الحيواني. وانا بقولش كلام، انا بقول مين اللي شاهد عليا؟ عموم الشعب المصري. ده لو اربعه شهدوا على واحد يدوا اعدام. الشعب المصري حاكم على ذلك. نعم. كان بياخد رز ما يستخدموش، يرميه للحيوانات ويرميه للبط والفراخ. طب دلوقتي الرز اخباره ايه؟ ما هو لسه. طب انا اكمل كلامي يا فندم. ايوه. نعم. الزيت نفس الحكايه. كان يعبوا مرتجع، وانا اعرف مصانع شغله، يخلطوا زيت على مرتجع الشيبس، مصانع الشيبس، وغير صالح. يعني الفقير كمان ياخد يعني سلع غير صالحه للاستهلاك. يعني سبتوني انا معدم وعيان، ما بلاقيش حد، المستشفيات خربانه، الصحه خربانه، وتسموني كمان. يعني مش سايبيني في حالي. السكر الحاجه الوحيده اللي كانت مظبوطه، ما تغشش. ماشي. المنظومه كسرت. انت بتقول في غش في الزيت ولا والرز. وانا بقول رز كان بكام وهيطبق الجاي. ليه؟ مين الرقابه اللي يعني عليه؟ متوقع انه متوقع. اقول لك هيك، ان يبقى في فساد. فساد. ان الرز مفترض يتورد رز رفيع الحبه 12% كسر. هيتورد 60 و70% كسر. واول ما هيورد هيورد شيء كويس، تدور العجله يبدا الخراب. ولا الرز الهندي. والرز الهندي اللي مستورده دلوقتي بيكبر الناس. لا، ده كميه تخلص، بيكبر المواطن على شرائه، والراجل مش عاوز ياخده، بياخده الميل الايه؟ المواشي، برميل الفراخ عنده، البط، اي حاجه، ست البيت. طب النهارده انت بتدعم الراجل الفقير المعدوم، طب انت تديني سلعه اكلها، ما تدينيش سلعه ارميها، ادفع فيها فلوس والاخر ارميها، وفي الاخر الدولة تقول لي انا ايه؟ فتحديد الثلاثة دول مش صح. لا، السكر كان ما فيهوش غش. السكر عشان نكون منطقيين. اللي كان الغش السابق، هتقول لي في اجهزة رقابية. الرقابة على الصادرات دي رقابة الخراب. ولها سوابق. في التصديرات لها سوابق، في الصوامع، دمار الصوامع كله، والخراب السرقة اللي في الصوامع كانت بامضة الرقابة على الصادرات والتموين اللي هيراقبوا على ده. فمش حاجة غريبة عليهم. الخراب عندهم الرقابة. تعال النهاردة انت الرقابة على الصادرات، الرقابة على الصادرات والتموين، دول الأساس في الخراب. اللي هم بيقبضوا، وبتهمهم كلك قابضين، وانت ما فيش حاجة سابقة. تتهم البعض مش الكل يعني. أما الفساد، الفساد يزيد عن 50% فاتهم الكل. إذا زاد في في لا، ما هو ممكن واحد كويس وصل، لو في 100 منهم ماشي، بس ده سكوته على الفساد في السكوت، حتى لو 50 ماشي. نعم، بيشك في ناس شرفاء كتير. لكن انا المشكله، هات العيش النهارده، منظومه العيش كويسه جدا. طب شوف انتوا، حرام عليكم، روح شوف رغيف العيش اللي بقى الراجل المدعوم المدعم اللي بياخد شيرين النهارده، الراجل محدود الدخل، معدم الدخل. طيب وزنه كام؟ وزنه كام؟ 60 جرام و50 جرام، المفروض وزنه يكون 100. 110. 100 اللي اعرفه ان 100. المواطن يا سياده النائب 110. 110 النهارده وزنه لا يتعدى 60 جرام. المواطن هيستفيد من المنظومه دي ولا لا؟ المواطن في حال السكر يعني بشكل عام هيستفيد ولا لا؟ الوزير اذا بيطبق المنظومه دي يكون مسؤول عن الجوده. مسؤوليه كامله. ماشي. ليه؟ ان النهارده اجهزته سابقه، نفس الاجهزه دي في السابق كان داخل عندها رز وزيت لا يصلح للاستخدام الحيواني. هل تطبيق المنظومه ديت انا يا مواطن معدوم الدخل وفقير هاخد رز
قادر اوكل اولادي هقول للوزير شكرا، وانا اول واحد اقول له شكرا وادي له تعظيم. لكن في حاله وده اللي هيحصل وبحذره، الرز والزيت هيبقى غير صالح، ان كان في الاول في البدايه ديت المنظومه هيوردوا رز معقول مش 12% والزيت المخلوط هيوردوا رز الزيت في الاول معقول، وبعد كده هيخلطوا الزيت والرز. يعني بتقول استمراريه المراقبه نراقب؟ لا انا اتمنى مش استمراريه. اذا كان عاوز منظومه تنجح يعني يستخدم اقصى اسلوب في العقاب. موظف اللي تواطئ او يخطئ او امين مخازن او التواطؤ مع المورد الحرامي يستخدم معاه اقصى عقوبه، يكون عبره للغير، غير ذلك هتبقى فاشله. طيب حاج طه، كلام سيادة النائب كلام مهم، يبدو انه عنده يعني مش متفائل هو بالمنظومه حسب السوابق، انه قبل كده الزيت ما كانش كويس، الرز ما كانش كويس، الحاجة الوحيدة السكر، هو معترض على انه استمرار هذه المنظومة بالطريقة دي. هل الانواع دي هتكون جيدة؟